بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نكمل قراءة حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح العلامة بن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين، آمين. ونحن اليوم في فصل الأواني واستعمالها وما يحرم. والأواني، هذا الفصل لابد من ذكره قبل الطهارة، لأنه وسيلة الوسيلة. لما بدأ كتاب الطهارة تكلم عن المياه وأنواعه، لأن الماء هو وسيلة الطهارة، ووسيلة وسيلة الطهارة هو الإناء الذي تحضر الماء فيه، فيتكلم على الآنية لأنها وسيلة الوسيلة، لأن الطهارة لها مقاصد ولها وسائل ولها وسائل وسائل. مقاصد الطهارة: الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة، مش كده؟ دي وسائل الطهارة. يبقى الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة، دي مقاصدها، مقصدنا في الطهارة. طب إيه الوسائل؟ الوسيلة اللي أنا بأوصل إلى هذا المقصد هو المياه، أتوضأ به، أغتسل به، أزيل به النجاسة، يبقى لازم أعرف أنواع المياه، تكلمنا عنها بالتفصيل. ثاني وسيلة إذا فقد الماء فهو التيمم، التراب. يبقى ثاني وسيلة من وسائل الطهارة هي التراب الطاهر. ثالث وسيلة من وسائل الطهارة الاستحالة أو الدباغ. الدباغ، دباغ جلود الميتة، تطهر بالدباغ، يبقى دي من ضمن وسائل الطهارة. والرابعة، الوسيلة الرابعة الاستحالة أو التحول، مثل استحالة الخمر إلى خل فتطهر بالتحول، وكذلك استحال دم الظبية إلى مسك، واستحالة أجزاء نجسة في الحوت إلى عنبر فتطهر، وهكذا. كل هذه الأشياء بالاستحالة تطهر، دي أخرى وسيلة من وسائل الطهارة. وفي وسيلة أخرى وهي الإكثار. الإكثار، إن يأتي عندك ماء نجس فتزيده ماء طهورا حتى يصل إلى فوق الخلتين بالإكثار، أو تسكبه على ماء كثير حتى لا تضيع ماليته، ويبقى في الحالة دي طهرته بالإكثار. يبقى في الإكثار دي من ضمن وسائل الطهارة. ثم بعد ذلك تكلم على أحد وسائل الطهارة وهي الدباغ في الفصل السابق، وتكلمنا على الدباغ والمقاصد الدباغ وجلود الميتة وغير ذلك. ثم أراد أن يتكلم على وسيلة وسيلة الطهارة، وسيلة الوسيلة وهي الإناء، لأن الماء يأتي إليك في إناء، حلة، في دير، في كوز، في كوب، في زجاجة، كل دي وسائل وسائل، ليس الهدف هو الإناء، الهدف ما في الإناء. فيكلمك عن الإناء، هل كل الآنية يجوز استعمالها أم هناك آنية يحرم استعمالها أو آنية يكره استعمالها، فيتكلم عن هذا. فهو لم يخرج عن الموضوع، ولكن ما زال في موضوع الطهارة. فيقول: فصل، نقرأ ما في الهامش أولا. فصل في بيان ما يحرم استعماله من الأواني وما يجوز. وبدأ بالأول اللي هو ما يحرم يعني، فقال: ولا يجوز في غير ضرورة لرجل أو امرأة استعمال شيء من أواني الذهب والفضة، لا في أكل ولا في شرب ولا غيرهما. وكما يحرم استعمال ما ذكر، يحرم اتخاذه من غير استعمال في الأصح، ويحرم أيضا الإناء المطلي بذهب أو فضة إن حصل من الطلاء شيء بعرضه على النار.
ويجوز استعمال إناء غيرهما، أي غير الذهب والفضة من الأواني النفيسة كإناء ياقوت، ويحرم الإناء المضبب بضبة فضة كبيرة عرفا لزينة، فإن كانت كبيرة لحاجة جاز مع الكراهة، أو صغيرة عرفا لزينة كرهت، أو لحاجة فلا تكره. أما ضبة الذهب فتحرم مطلقا كما صححه النووي. ده نهاية الباب. هنقرأ الشرح، أنا لسه حبيت إن أقرأه كله علشان تعرف الموضوع. هنشرحه بالتفصيل، إيه المطلي وإيه الضبة والحاجات دي كلها والوجوه المختلفة فيها، ويعني إيه اتخاذه ويعني إيه استعماله، كل ده إن شاء الله نقرأه. يقول الإمام البيجوري: فصل. أي هذا الفصل ساقط، هذا الفصل ساقط في بعض نسخ المتن، يعني في بعض نسخ المتن اللي وصلت إلينا الفصل ده مش موجود أصلا، سقط. وعليها شرح الشيخ الخطيب، والنسخ اللي كان ساقط فيها الفصل ده عليها شرح الشيخ الخطيب الشربيني، وهو معقود، ده من علماء القرن العاشر الهجري مصري، شربيني من شربين بلد يعني، وهو معقود لبيان الوسيلة، لأن الأواني وسيلة الماء الذي هو وسيلة الطهارة، يبقى بيتكلم على وسيلة الوسيلة، كويس؟ قوله في بيان ما يحرم استعماله من الأواني ذكره لقوله ولا يجوز، يعني احنا عرفنا ما يحرم من كلمة لا يجوز، يبقى كلمة لا يجوز يعني يحرم عند الفقهاء، لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة، والأواني جمع آنية، والآنية جمع إناء، يعني هي جمع جمع، أواني جمع آنية، والآنية نفسها جمع إناء، كسقاء وأسقية، ورداء وأردية، إناء وآنية زي سقاء وأسقية، وزي رداء وأردية، نفس الوزن من حيث الجمع في الإفراد والجمع، فأواني جمع الجمع، أواني جمع الجمع. وما يجوز، أي أيوة، وبيان ما يجوز استعماله من الأواني، ومراده بما يجوز ما قابل الحرام يبقى المباح، يبقى ما لا يجوز يعني الحرام يحرم استعماله، وما لا يجوز يعني معناه ما يحل، ولأنه ما قابل الحرام هو المباح، فيصدق بالمكروه، يعني حتى لو مكروه يبقى يحل استعماله بس مع الكراهة. ولو قال وما لا يحرم لكان أظهر، لكنه عبر بما يجوز لمجاراة كلام المصنف، لأن المصنف قال ما لا يجوز فراح عبر هو وما لا يجوز، لا عبر بما لا يجوز فقال وما يجوز، مشي على مجاراة المصنف إيه في تعبيره، وبدأ بالأول اللي هو لا، اللي هو لا يجوز، اللي هو يحرم لأنه محصور، الحاجة المحصورة اللي سهلة حصرها ابتدي بيها، كل الأنية مباحة إلا نوعين بس حرام، فأنا أبتدي بالمباحة أقعد أعد لك ومش هنخلص، لا تحصر، فهمت إزاي؟ فيبتدي يكلمك في الحاجة اللي سهلة حصرها، يعني لما يقول لك إن يحرم استعمال أنية الذهب والفضة الباقي خلاص يبقى كده حل لك المشكلة، ولا هيقول لك بقى إناء الخشب جائز، إناء الحجر جائز، إناء الخزف جائز، إناء الصيني جائز، إناء الزجاج جائز، إناء هنقعد بقى هو بقى فقي هيقعد يفقر، لا. وعلشان كده هما بيتملي العاده كده، الشيء المحصور تبتدي بيه، فاذا كان المحصور في المباح ابتدي بالمباح، اذا كان المحصور في المحرم ابتدي بالمحرم، يعني شوف المحصور فين. وبدأ بالاول اي لان المقصود بالذات التنبيه على ما يحرم استعماله لانه على خلاف الاصل، لان الاصل الاباحه مش الاصل الحظر، على الراجح في مذهب الشافعيه وان كان في بعض المذاهب الاصل الحظر ما لم ياتي دليل على الاباحه، لكن الراجح الاصل الاباحه. سخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه، فده يدل على ان الاصل ايه في التسخير الاباحه جميعا منه ومسخر، يبقى الاصل في الامور الاباحه، استدل الشافعيه من هذه الايه على ان الاصل الاباحه، ما لم يأتي الشارع يختار من بعض الأمور أشياء محرمة يقول لك ما عدا دي ما عدا دي، طب واللي سكت عنه الشارع يبقى مباح، يرجع لأصله، خدت بالك؟
لأنه على خلاف الأصل، يعني ما يحرم على خلاف الأصل اللي هو الإباحة الأصلية، يسموها البراءة الأصلية، يسموها في علم الأصول البراءة الأصلية، لأنه على خلاف الأصل. والأصل هنا هو الدليل، والدليل قائم على أن البراءة أصلية وأن الإباحة هي الأصل، فالأصل هنا هو معنى الدليل القائم على أن الأصل في الأمور الإباحة ما لم يأتي حظر. ولذلك كانت أفراده منحصرة، يعني أفراد المحرم منحصرة محصورة، بخلاف ما يجوز استعماله فإن الأصل في الأواني الحل، ولذلك كانت أفراده لا تكاد تنحصر. ولهذا أتى المصنف بعبارة عامة حيث قال: ويجوز استعمال غيرهما، ويجوز استعمال غيرهما، ويجوز استعمال غيرهما، يعني غير الذهب والفضة من الأواني. قوله فقال عطف على بدأ، وبدأ بالأول فقال، وبدأ بيقول كده وبدأ بالأول فقال، الفاء حرف عطف، يعني هو يقول وبدأ بالأول وقال، لكن هنا جاب بالفاء حرف العطف لأن ده تدل على التعقيب والترتيب، يعني قوله جاء بعد هذا الذكر فهي أرجى من حروف العطف. فقال عطف على بدأ، ولا يجوز في غير ضرورة عده البلقيني وكذا الدميري من الكبائر، يعني هل حرام من الكبائر ولا حرام من الصغائر؟ ما هو المحرم نوعان، صغائر وكبائر. احنا لو قلنا ان السجاير شربها حرام مثلا، بعد ما اختلفوا فيها فترة طويلة من الزمان، بعضهم قال انها مكروهة، وبعضهم قال انها حرام، وبعضهم قال ان هي تدور بين الحل والحرمة على حسب، اذا كان هيشرب كتير يبقى حرام، متوسط يبقى مكروه، قليل قوي يبقى ما يضرش مباح، يعني قعدوا اختلفوا العلماء فترة كده في السجاير سنوات طويلة، لحد ما استقر الأمر في الآخر بعد ما ثبت ضررها على الصحة فقالوا إنها حرام. طيب ما هو الخمرة حرام، يعني حرام السجاير زي حرمة الخمرة، يبقى الحرام نوعين كبائر وصغائر، فلما نقول السجاير حرام يعني من الصغائر، والخمرة حرام من الكبائر، خدت بالك؟ وهكذا. وربنا سمى المحرمات الكبائر كبائر، وسمى الصغائر لمم، والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إن ربك واسع المغفرة، يعني الصغائر دي ربك يغفرها لك، يعديها لك شوية، أصلك مش معصوم، هو ربنا خلقك وعارف إنك أونطجي شوية كده، لازم هتأثر شوية، لأن ربنا رحمته واسعة، فعدها لك، يوم يخلي لك الوضوء يكفر الصغائر، الصلاة من الصلاة للصلاة، من فرد لفرد يكفر، جمعة للجمعة كفارات لما بينهم، العمرة للعمرة كفارات لما بينهم، رمضان لرمضان كفارات لما بينهم، رحمات كلها. تيجي تسبح، تيجي تذكر، تتصدق، تعمل كل ده كفارات للصغائر. المحرمات الصغائر كلها تكفر بهذا. لكن الكبائر عايزة توبة. توبة. بالندم والإقلاع والعزم على عدم العزم. بالشروط دي الكبائر. فهل حرمة استعمال آنية الذهب والفضة دي كبائر ولا صغائر؟ فهمت ازاي؟ احنا عرفنا انها حرام يا عم الشيخ، طب حرام كبائر ولا صغائر؟ فهمت ازاي؟ الإمام البلقيني، وده عالم من علماء الشافعية الكبار، وكان يغلب عليه الأصول، فهو عالم أصولي بجانب أنه فقيه، قال: وكذا الدميري قال: هو من الكبائر، حرام من الكبائر. ونقل الأزرعي عن الجمهور أنه من الصغائر، وده الراجح، الراجح أنه من الصغائر، وهو المعتمد اللي عليه الفتوى في مذهبنا، المعتمد في مذهبنا أن استعمال آنية الذهب والفضة حرام من الصغائر، واضح. وقال داود الظاهري اللي هو صاحب المذهب الظاهري بكراهة استعمال أواني الذهب والفضة كراهة التنزيه، ما قالش انها حرام اصلا، ده قال انها مكروه، ده المذهب الظاهري، وهو غير معتمد في الفتوى، لكن يذكر من باب الامانه العلميه عشان تعرف، مش عشان تعمل بيه. المذهب الظاهري في الغالب يذكر في كتب الفقه لا للعمل به، ولكن من باب الامانه العلميه فقط،
عشان ما يطرأش في ذهنك انت الفكر ده، فتقول اه ده في ناس سبقوك، واوعى تفكر زيهم، والامه كلها ما وافقتش عليها، اوعى تعمل زيهم. فيبقى هو بيقولوا لك مخصوص عشان كده، عشان ما يسيبش فكرك سايب زي الصحفيين والعالم بتوع اليومين دول اللي عايزين يعملوا وقفه عرفات طول السنه، وعايزين يعملوا الحج يقسموه طول السنه، يقول لك ليه الناس تزحم في يوم واحد كده طول السنه يعني؟ نخلي عرفات كل جمعه وكل جمعتين، وعرفات لمصر، وعرفات للسعوديين، وعرفات للامريكان، وعرفات كل جنسيه تيجي يوم نعمل لها يوم عرفات بتاعها، وكتبوا في الجرايد الكلام ده للاسف. فعلى مخها طائر، فهو بقى بيذكر لك المذهب الظاهري هنا عشان مخك ما يطقش في يوم من الايام وتاخد الراي ده. يقول لك لا خد بالك اوعى تقوله، لانه ده خلاف ما استقرت عليه الامه وما استقرت عليه ايه الفقهاء على مر العصور. فاما بيقوله لك لا للعمل ولكن للتحذير. فالمذهب الظاهري هذا هو غالب احواله عند ذكرهم المذهب الظاهري. وقال داود الظاهري بكراهة استعمال أواني الذهب والفضة كراهة تنزيه، وهو قول للشافعي في القديم، كان قول في القديم في مذهبه القديم، ثم استقر بعد ذلك على الحرمة. وقيل الحرمة مختصة بالأكل والشرب دون غيرهما. قيل ده رأي ضعيف برضه، ما يقول لك قيل يبقى دي صيغة تمريض، يبقى ايه رأي ضعيف. وقيل الحرمة مختصة بالأكل والشرب دون غيرهما أخذا بظاهر الحديث. طب افرض أنت رحت الجزيرة كل الأنية اللي فيها ذهب، تخيل كده، يبقى قال للداود الظاهري، قال للداود الظاهري بقى واستعملها وخلاص على أنها كراهة تنزيه، واخدت بالك؟ وقلد القول القديم للشافعي على أنها كراهة تنزيه. وإن كان على مذهبنا على الحرمة برضو اللي استقر، نقول يجوز تزول الحرمة للضرورة. فهمت ازاي؟ لان هنا مش لاقي غيره، مش لاقي غيره هيعمل ايه يعني؟ خدت بالك؟ يبقى تزول الحرمة للضرورة. وقيل الحرمة مختصة بالاكل والشرب دون غيرهما اخذا بظاهر الحديث، وهو قوله لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. فالحرمة منصبة على الأكل والشرب، فممكن تفكر تقول ده بس أنا هتوضأ، يبقى الوضوء لا هو أكل ولا شرب، يبقى يمشي. الظاهرية علشان كده استدلوا بهذه الطريقة، إن قالوا إن الأمر النهي منصب على الأكل والشرب وليس منصبا على سائر الاستعمال، وعشان كده سموهم مذهب ظاهري. ليه؟ لأنه نظر إلى ظاهر اللفظ ولم ينظر إلى مقصود النهي. مقصود النهي هنا هو النهي عن استعمال، وذكر الأكل والشرب لأنها غالب الاستعمال. فإذا نهى عن غالب الاستعمال يكون من باب أولى الاستعمال الأقل. فغالب استعمال الناس في الأكل والشرب. فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الأكل والشرب على سبيل الغالب الأعم، مش على سبيل إن هي دي بس. وعلشان كده العبرة في الأمور بمقاصدها ولا بمبانيها؟ يعني العبرة بالألفاظ والمباني ولا بالمقاصد والمعاني؟ إن استطعنا أن نراعي الاثنين فهو الأعلى والأفضل، خدت بالك؟ وإن لم نستطع فنقدم مقاصد الشر. ده المذهب المعتاد، لكن الظاهرية سموهم ظاهرية ليه؟ لأنه قالوا العبرة بالمباني والألفاظ فقط على طول، هي الألفاظ كده مالناش دعوة. طالما نهى الشارع عن شيء معين، قال لك مثلا إن الربا في الأصناف الفلانية دي 6 أصناف ذكرهم الشارع، يبقى ما فيش ربا بغيرها. خلاص. الرسول صلى الله عليه وسلم قال التمر بالتمر والملح بالملح والشعير بالشعير والبر بالبر والذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد وسواء بسواء. يبقى ذكر ألفاظ معينة علشان يبين لك إن هنا الربا فيها. فيجي الظاهرية يقول لك خلاص يبقى الربا في دول بس، يبقى الرز ما فيهوش ربا. هو النبي قال رز؟ ما قالش رز. طيب هو قال طماطم؟ ما قالش طماطم.
فيجي لك الظاهرية يعملوا كده، وعشان كده رفضوا القياس ولم يعترفوا بالقياس كدليل شرعي، لأنهم رفضوا القياس أساس. قال لك ما فيش قياس، أقيس على إيه؟ أنا ليا بألفاظ الشارع، الشارع قال لي كذا كذا كذا، هي دي، واللي سكت عنه نرجع للإباحة. فهمت إزاي؟ اللي سكت عنه نرجع للإباحة. وعند الحنفية، أيوه طب ما احنا ما بنقيس هنا ليه؟ لان احنا عندنا قاعدة في الاصول ان البيان، السكوت عند البيان يقتضي الحصر. لا اصل هنا في الربا في المعاملات ليها معنى اخر، قالوا ان هنا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقصد الحصر بدليل فهم الصحابة والامة، فهمت كده الصحابة والامة، فهمت في حديث الربا ده انه لا يقتضي الحصر لكن يقتضي المحافظة على مالية الفقير. فالربا أساسا منهي عنها ليه؟ للمحافظة على مالية الفقير، ومالية الفقير متعلقة بالأطعمة ومتعلقة بالإيه؟ بالتعامل المادي النقد، يبقى الربا يدخل في النقد اللي هو التعامل المادي لأنه ده يؤثر على مصلحة الفقير، وفي الطعام لأنه المطعوم ده ما يستغناش عنه الفقير، واخد بالك؟ وعشان كده قالوا ان الربا يدخل في الاطعمه والنقد، واخد بالك ازاي؟ يبقى اي طعام، المالكيه قالوا مش اي طعام، قال لك الطعام المقتات المدخر، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الامثله دي كلها وجدوا ان فيها قاسم مشترك، وهي انها مقتاته ومدخر. الشعير مقتات مدخر، البر القمح مقتات مدخر، التمر مقتات مدخر، واخد بالك؟ الملح مقتات مدخر. فهمت ازاي؟ فقالوا يبقى العبرة أن تكون مقتاتة مدخرة، ولكن إذا كانت فاكهة فليست مقتاتة ولا مدخرة لأنها بتعصب تتعصب، يبقى ما يدخلش فيها الربا. كويس؟ الشافعية قالوا لا، كل مطعوم يدخل فيه الربا، كل مطعوم يدخل فيه الربا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المطعوم، والمطعوم إما يكون لإصلاح الطعام أو يكون مقتاتا مدخرا أو يكون فاكهة. فأعطى من كل مثال، من كل نوع مثال، فإذا كان لإصلاح الطعام فأعطى الملح مثال له، فيبقى البهارات والفلفل الأسود ومش عارف كل ده يستعمل في معنى الملح، واخد بالك إزاي؟ ده رأي فقه الشافعية دي. يبقى الأدوية، كل الأدوية تدخل، الأسبرين دواء، واخد بالك، يدخل في الربا. يبقى كل ما يستعمل، واخد بالك، حتى ولو دواء، لأن اعتبروا إن الملح دواء للطعام يصححه، هو غير ضروري لكنه دواء، واعتبروا إن التمر رمز للفاكهة، واعتبروا إن البر والشعير رمز للمقتات المدخر، يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم تناول كل أصناف الأطعمة، يبقى المطعوم. فهمت المسألة؟ الأحناف اختلفوا في نظرة الحديث، قال لك لا، ده مش المقصود المقتات المدخر ولا المقصود الأطعمة، ده المقصود المكيل والموزون. المقصود يبقى مكيل وموزون، فكل ما يدخله الكيل أو الوزن يدخل فيه الربا. كويس؟ ده رأي الأحناف. فباب الربا باب واسع، عشان كده العلماء اختلفوا كتير في أمور كتيرة. يجي يعني عالم تسأله في مسألة يقول لك لا دي ما فيهاش ربا، تاني يقول لك لا دي فيها ربا، تالت يقول لك لا دي فيها غبنة، لا دي فيها يعني عقد باطل شرعا، والعقد الباطل الشرعي يحرم استعماله من باب الصغائر، أما الربا فيحرم استعمالها من باب الكبائر، وهكذا. يبتدي بقى إيه وجهات نظر الفقهاء تختلف، لكن كله مجمع إن الربا حرام، لكن وجهة نظره إن دي مش ربا. فما تجيش تيجي الشيخ تقول لك شوف الشيخ طنطاوي أباح الربا، عمره ما أباح الربا، يكفر اللي يبيح الربا، يكفر، لكن هو مش شايف ان دي فيها ربا اصلا. فهمت ازاي؟ هو مش شايف ان فيها ربا اصلا، عشان كده قال ما فيهاش مشكله. عايز تقلده قلده، هو عمته تشيل يوم الايه تتحمل، مش عايز تقلده ما تقلدوش، قلد الثاني اللي هو شايف ان فيها ربا، ما يجراش حاجه. فهمت؟ وهكذا وجهات نظر الفقهاء بتختلف في نظرته، ودي من باب سعه الشرع الشريف حتى لا يضيق على الناس. وعند الحنفية، أيوه
لا ما فيهاش قياس، لأن في الأمور القواعد العامة اقتضت ذلك عند الفقهاء، توارثوها، واخد بالك؟ زي القاعدة العامة عندهم توارثوها، يعني المدرسة الفقهية على مر العصور نظرت في أمور قال لك دي ما نقيسش فيها ودي نقيس فيها، وتعرفوا على ذلك بالحس الفقهي بناء على فهم كثير من الصحابة، واخد بالك ازاي؟ وبالتالي احنا مقيدين بالحس الفقهي السابق لينا، فما قاسوا فيه احنا نقيس، وما لم يقيسوا فيه وحرموا القياس فيه لا نقيس فيه. ليه؟ حتى ولو لم نعلم عندهم دليل. ليه؟ لان ربما يكون هناك دليل غاب عنا منعهم من القياس فيه. فهمت ازاي؟ لان مش معقول هيغيب عليهم. ادي المساله. عشان كده انت لازم تتقيد بالامور دي من باب حتى الاحتياط، ان لم يتضح لك لما منعوا القياس هذا. لكن لو درست الاصول بتوسع، اصول كل مذهب بتوسع، هتجد اجابه واضحه شافيه اللي منعت هذا الفقيه من انه يقيس في المساله دي، واللي خلت الفقيه الثاني انه يقيس في نفس المساله. واخد بالك؟ فكل بيبقى عنده حجته اللي يقابل بيها ربه، لان دي مساله دين مش سهله. كراهه التنزيه، تنزيه الكراهة عندنا للتنزيه مطلقا، لا يوجد عندنا كراهتان عند الشافعية، ولكن هو ساعات في كتب الشافعية يكتبوا لك كراهة التنزيه ليميز بيننا وبين الأحناف، حيث أن الأحناف عندهم في كراهة التحريم وكراهة التنزيه. كراهة التحريم هي التي يأثم بفعلها ولكن دليل تحريمها ظني، فما يخليهاش حرام، يخليها مكروهة تحريما، لأن دليل التحريم ظني. فهمت ازاي؟ لو كان دليل التحريم قطعي يخليها حرام، ده الأحناف. لو كان دليل التحريم ظني يسميها كراهة التنزيه، كراهة التحريم. لو كان دليل التحريم غير جازم يخليها تنزيه، كراهة التنزيه. يبقى في نهي جازم ودليله ظني يقولوا كراهة التنزيه التحريم. نهي غير جازم يقولوا عليه كراهة التنزيه. نهي جازم ودليله قاطع يقولوا عليها حرام، ده الأحناف. الشافعية عندهم لا، لا فرق بين الدليل الظني والقطعي، العبرة بالنهي الجازم أو عدم الجزم. فإن كان نهيا جازما فيكون محرما، سواء كان ظني الدلالة أو قطعي الثبوت، ظني الثبوت أو قطعي الثبوت. فهمت إزاي؟ فلا فرق عندنا في كراهة التنزيه، في الكراهة، يعني الكراهة نوع واحد عندنا وهي تنزيه، وهي ما يثاب تاركه ولا يأثم فاعله. ما يثاب تاركه ولا يأثم فاعله، دي الكراهة. يعني خد من الايه؟ خد من الواجب، خد من الواجب الثواب، خد من الحرام الثواب في الترك، وخد من المباح عدم الإثم في الفعل. فالكراهة حاجة وقفت بين الحرام والحلال كده في النص، خدت حتة من الحرام وحتة من الحلال، خدت حته من الحرام وهي ان يثاب تاركه. فهمت ازاي؟ وخدت حته من المباح انه لا ياثم فاعله. فهمت ازاي؟ دي الكراهه، خدت وقفت في النص. وعند الحنفيه قول بجواز ظروف القهوه. يعني عند الحنفيه بجواز ظروف القهوة، اللي هو يعني زي الكستبانات، الحاجات اللي هي الإناء الصغير قوي، اللي هو زي تحط فيه مثلا كحل، تحط فيه حاجة، يعني جائزة، ده عند الأحناف. وإن كان المعتمد عندهم الحرمة، ده قول عندهم، لكن المعتمد عندهم إنها حرام برضه. فينبغي لمن ابتلي بشيء من ذلك كما يقع كثيرا، يبقى ينبغي لأي واحد يبتلى بهذا يقلد من يجيز، عشان ربك أراد إنك أنت تطيعه في كل حال مش تعصاه. افرض أنت ابتليت، يعني حكموا عليك إنك تستعمل الأنير، ها؟ لا ورثتها حرام، تبيعها بقى، تتصرف فيها، تبيعها كسبيكة، لأن الإرث مش إكراه. إنما افرض ابتليت مكرها في استعمالها لأي سبب من الأسباب، واخد بالك ازاي؟ فمفيش داعي تطحنش، قلد من يجوز واستعمله عشان ايه؟ ما تغلبش نفسك.
كانوا زمان المشايخ علماء الازهر كانوا يروحوا يزوروا الخديوي ويزوروا الملك، فكان ساعات يعزمهم، واخد بالك ازاي، على طعام او شيء من هذا. فانت عارف بقى انيه الملك ساعات تبقى فيها حاجات فضيات وحاجات فيها ذهبيات وحاجات كده، فكان بعضهم يتأفف ما رضاش يستعملها احتياطا لما يكون الملك صدره واسع. لكن لو الملك هيطخه بالنار لو ما استعمل، انت بتتكبر يعني، تتكبر عليا وهو جاي يقضي مصالح الناس، ما هو عايز يدخل مدخل حلو كمان، فهمت؟ فبعضهم كان يتنازل وبعضهم كان لا يتنازل. فالمتنازل عنده فقه وغير المتنازل عنده فقه. غير المتنازل يقول لك انا قدوه، فهمت ازاي؟ فالناس هتقول شيخ الازهر كلب بادوات الذهب والفضه يقلدون، ده انا قدوه، انا مش هاكل، عنده وجهه نظر. والتاني يقول ما هو للضروره لان عند الملك، وانا لو عملت كده هكسر بخاطره وكسر خاطري حرام، وده امر مختلف فيه، في اراء وان كانت ضعيفه تبيح، لكن كسر خاطره خاطر المسلم حرام قطعا، خصوصا اذا كان هينبني عليه ضرر بانه مش هينفذ مطالب العوام اللي معاه قد كده مصاري، فيبتدي ايه يضربها في مخه بالطريقه دي. وعلشان كده مش هتغلب انت مع الفقهاء، اوعى تحكم على فقيه انه وحش، لان هو موضبها بينه وبين نفسه مع ربه مجهزه. وعشان كده تحسن الظن بالمسلمين في كل حال، ما تقعدش تعمل لي قاضي كده انت بس اللي حلو وكله وحش، لا، لو اتضحت لك الامور هيتضح لك ان كله حلو وانت اللي وحش، واخد بالك؟ فلازم حسن الظن بالمسلمين كويس، خصوصا لما يبقوا علماء الاسلام. ايوه حاضر. فينبغي لمن ابتلي بشيء من ذلك كما يقع كثيرا تقليد ما تقدم ليتخلص من الحرمه. ايوه ايوه ما هو كل ما يستعمل في الطعام بقى زي المعلقه والشوكه والسكينه كل ده في غير ضرورة، فإن دعا الضرورة إلى استعمال ذلك كمرود بكسر الميم من ذهب أو فضة يكتحل به لجلاء عينه، كأن أخبره طبيب عدل رواية بأن عينه لا تنجلي إلا بذلك، جاز استعماله. يعني افرض في طبيب عيون كان زمان بيعالجه العيون بالكحل، والكحل كان أنواع للعلاج وأنواع للزينة. فكان إذا كان الطبيب العدل عدل الرواية يعني ثقة ضابط في مهنته، والعدالة تقتضي أن يبقى مسلم، واخد بالك، وقال لك أنت مش هتخف عينك دي إلا لما تستعمل الكحل الفلاني بمرود ذهب. المرود ده اللي بيحطوا بيه الكحل اسمه مرود، حاجة رفيعة كده زي عود الكبريت. قال له ما فيش غير كده فضيلة الدكتور؟ قال له لا ما فيش إلا كده، هو مرضك ده مش هيخف إلا كده. يبقى له أن يستعمله ويسأله، طب يعني لازم ذهب ينفع فضة؟ لأن الذهب حرمته أشد من الفضة. فالتاني برضه عايز يستعمل الأخف حرمة. فلو قال له ينفعوا الاثنين يبقى يقدم الفضة، لأنها أخف حرمة. لحد ما يخلص ويخف يروح كسره، عشان ما حدش غيره يستعمله. فهمت إزاي؟ كل دي للضرورة وللاحتياط. فبيقول لك هنا إيه؟ فإن دعا الضرورة إلى استعمال ذلك كمرود بكسر الميم من ذهب أو فضة. إحنا عندنا بعض الآلات الجراحية إيديها أصلا الإيد اللي أنت بتحط صوابعك فيها دي مذهبة، وبعضها بتبقى ذهب خالص، لدرجة في بعض الآلات بتبقى غالية، الآلة الواحدة 28,000 جنيه، يعني لو جبتها عند الجواهرجي تلاقيها أرخص لو هي كلها ذهب، لأن بيبقى بقيت معدنها تيتانيوم وبعدها سبائك بتبقى غالية أحيانا، فبعض الآلات الجراحية كده. فاستعملها الجراح يستعملها وخلاص، واخد بالك ازاي؟ ليه؟ لان الاله اللي بالمنظر ده اولا بتحافظ على كيانها فترات طويله وما بتبص بسرعه، وبيقدر يستعملها الجراح وكذا ايد وتورثها للي بعده، واخد بالك ازاي؟ فدي بتدعو الضروره الى هذا. والا لو جبت الاله الثانيه الخيبانه هتيجي تستعملها كل عمليه عايز تجيب اله جديده، كل عمليه دي شغلانه بقى، واخد بالك، هتخرب الدنيا.
فإن دعا الضرورة إلى استعمال ذلك كمرود بكسر الميم من ذهب أو فضة يكتحل به لجلاء عينه، كأن أخبره طبيب عدل، عدل يعني مسلم، رواية يعني ثقة، بأن عينه لا تنجلي إلا بذلك، جاز استعماله، ويقدم المرود من الفضة على المرود من الذهب عند وجودهما معا. وبعد جلاء عينه يجب كسره، لأن الضرورة تقدر بقدرها، القاعدة الفقهية كده، الضرورة تقدر بقدرها. يجوز أنك أنت تأكل الميتة عند الاضطرار علشان بس تقوت نفسك، يقول لك قوت لا تموت، واخد بالك، مفيش إلا ميتة وأنت هتموت من الإتلاف، خلاص مفيش داعي بقى تأكل الميتة تملى بطنك وتحط لي طبق سلطة وتقعد بقى تعمل لي شغلان، لأن الضرورة تقدر بقدرها، تاخد بقدر ما تزيل عنك الضرورة. طب افرض استمرت الضرورة شهرين ثلاثة أربعة، يبقى إيه؟ يبقى هنا الحاجية تحل محل الضرورة. نقول لك طب اشبع يا ما اجراش حاجة بقى، اشبع شوية، مش شرط تاخد بقدر الضرورة بس، لا خد بقدر الحاجة، لكن ما تاخدش بقدر التحسين. فهمت ازاي؟ اذا استمرت الضرورة مدة، كأن استمرت مجاعة سنة، فهمت ازاي؟ خلاص هيعملوا ايه الناس؟ هتيجي تقول له خد بق واحد كل ما تجوع، مش هينفع سنة، هو ممكن يعمل كده وجبة واثنين، صحيح، يوم واثنين ثلاثة، بعد كده ما ينفعش، ما يعرفش، هيضعف، يجي له هزال، فهم؟ فيبقى ساعتها تزول الضرورة هنا ويحل محلها الحاجة، فيجي الحاجة تحل محل الضرورة، فهمت ازاي؟ ادي المعنى، في فرق بين الضرورة اللي هي بدونها الإنسان يهلك، والحاجة بدونها الحياة لا تستقيم. يبقى الضرورة بدونها يهلك يعني يموت، والحاجة بدونها الحياة لا تستقيم، يبقى عايش بس حياة مش مستقيم، يعني مش قادر يقوم بحياته، ولا قادر يتحرك، ولا قادر يقوم بالواجبات المطلوبة منه. فهمت ازاي؟ يبقى يجب كسره، لأن الضرورة تقدر بقدرها، ولو عبر بالحاجة بدل الضرورة لكان أولى. شفت؟ قال لك حسب الحاجة، لأن هنا حقها تبقى الحاجة بدل الضرورة، لأن هنا مش حياة أو موت، دي عين، يعني لو عينه حتى اتعمت خالص برضه هيبقى عايش، فكان حقه يقول إنها الحاجة مش الضرورة. شوف دقة العلماء، يقول لأن المثال، واخد بالك، اللي هنا بيجي في العين، والعين واخد بالك صحيح مطلوبة وحلوة، لكن مش ضرورية للحياة، مش حياة أو موت، فهمت ازاي؟ مش حياة أو موت، لكن هي حاجة مهمة، لا تستقيم حياتك بدون انك انت تبقى عينك سليمة، لكن قد تعيش وانت ما عندكش عين، ما يضرش، في ناس كتير عايشين ايه وما بيشوفوش، ومبسوطين على فكرة ان هم ما بيشوفوكش، مبسوطين جدا، واخد بالك، يعني ليهم سعداء، ويغلب عليهم الانبساط. ايوه، لا لا تكسرها ليه؟ ما هو غيرك بيستعملها. لا، ما هو ما فيش مرض معدي بيلزق في المعدن، لانك بتعقمها، بتعقمها تاني، تخش الاوتوكلاف خلاص كله يموت. ولو عبر بالحاجة بدل الضرورة لكان اولى، بدليل المثال المذكور اللي هو العين، فالعين حاجة مش ضرورة، لكن القلب ضرورة. حد يقدر يعيش من غير قلبه؟ حد يقدر يعيش من غير كبده؟ لكن يقدر يعيش من غير عينه، يقدر يعيش من غير صباع، يقدر يعيش من غير ايد، يقدر يعيش من غير رجل، رجليه الاثنين تتقطع يعيش برضه، بس حياه ادنى، وهكذا، لكنها تسموها حاجيات، لكن الضرورات اللي هي حياه او موت، الضرورات اللي هي حياه او موت، فهمت؟ قوله لرجل او امراه، يعني بيقول في غير ضرورة لرجل أو امرأة، يعني يستويان. ليه جاب امرأة هنا؟ لأن هيجي لك إن ممكن المرأة تستعمل حلي الذهب، فالمرأة مستثناة في الذهب في حتة، فيقول لك أوعى تفتكر إن الأواني المرأة كمان مستثناة، لا، ده المرأة زي الرجل فيها، يعني يحرم برضه استعمال، أدي سبب إن هو جاب سيرة المرأة هنا. لرجل أو امرأة دخل في كلامه الخنثى، طب والخنثى؟ اللي هو لا راجل ولا امرأة، مكلف برضه يخش. لأنه إما ذكر أو أنثى، خلافا لمن قال بأنه صنف ثالث.
قوله استعمال شيء. طب امال الخنثى ده يورث ازاي؟ نورثه ذكر ولا انثى؟ ها، ما احنا ما نعرفش، وديناه للدكتور قال لنا ما نعرفش نورثه ازاي. تابع حسب المبال، اتبع الميراث البولي، اتبع الميراث البولي. شوف هو بيتبول من العضو الذكري ولا من العضو الانثوي؟ اذا كان بيخرج البول من العضو الانثى نورثه انثى، واذا كان بيخرج البول من العضو الذكر اللي فيه نورثه ذكر. فهمت ازاي؟ شفت الفقهاء حلوين ازاي؟ اتبع الميراث البول. تيجي تقول ايه ده؟ ايه بول وميراث ايه ده؟ ده في الخنثى، قاعده في الخنثى. العجيب ان اللي قال القاعده دي حكيمه عربيه قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، واحده من حكماء العرب، اتولد واد خنثى في قبيله من القبائل، وهم مش عارفين يورثوه. يورثوه ايه ده؟ فقالوا اسالوا اسالوا اسالوا، قالوا في الله يكفيك القبيله الفلانيه ست حكيمه عندها حكمه. فراح سالوه قالوا له احنا عندنا مشكله، وابوه راجل غني زعيم القبيله، مش عارفين نورثه ولا لا. كانوا يورثوا الذكور دون الاناث في القبائل دي قبل الاسلام، فاحنا مش عارفين نورثه ده ولا ما نورثوش. فقامت قالت لهم ايه، قعدت تفكر تفكر وقالت لهم اتبعوا البول الميراث البول، وجاء الشرع الشريف مطابقا لهذه الفتوى. واخد بالك؟ قوله استعمال شيء، استعمال شيء من اواني الذهب والفضه، يعني لا يجوز اي ولو قليلا او صغيرا، فيحرم المرود في غير الضروره السابقه والمكحوله والخلال. الخلال يعني يعمل لك بتاع تخلل بيها اسنانك تكون ذهب او فضه، ما ينفعش برضه. والابره والملعقه والمشط والمبخره ونحوها من ذهب او فضه. يبقى القلم الذهب حرام، الساعة الذهب حرام، خدت بالك ازاي؟ وهكذا نفس القصة. ها؟ ادي الواحد مسيحي. لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. ها؟ أيوه. عدم، قيل عدم كسر خاطر الفقير، لأن دول كل الناس عارفة قيمتهم. الفقراء والاغنياء كلهم عارفين قيمته، فالذهب والفضه. انما لو اناء ياقوت او مرجان مش كل واحد يعرف قيمته. فهمت ازاي؟ قد يكون اغلى من الذهب لكن مش كل الناس تعرف قيمته. فالفقير ممكن يشرب فيه وهو فاكره بربع جنيه، هو ثمنه مثلا 100,000، لكن لو جبت له اناء ذهب ثمنه 500 جنيه يا ذهب، لانه هو ايه؟ يكسر خاطر. دي حاجة. والحاجة الثانية قالوا الحكمة كمان ان النقد من الذهب والفضة، فهيقل النقد باستعماله في السبائك، فيقل المعاملة، السيولة تقل، السيولة يعني بالمفهوم الايه؟ الاقتصادي. فلما تقل السيولة واخد بالك يحصل مشكلة اقتصادية، فيبقى استخدامها في النقد احسن من استخدامها في الآنية بدل ما تستهلك فيها. فهمت ازاي؟ انا ما اعرف، دي اشاعات ما نعرف. قيل. وبعدين اصل شهادتهم عندنا غير مقبوله لانهم كفار، واصل هم ممكن، يا سيدي اسمعني، كفار يعني ايه؟ يعني هم ممكن يكون عندهم عرفوا كمستشرقين ان المسلمين بيحرموا استعمال انيه الذهب والفضه، فيقوم يطلع لك اشاعه ان هي مضره عشان تقول يا سلام الشرع الشريف بتاعنا حلو، وبعد 10 سنين يثبت لك ان الكلام ده باطل فتقول الشرع الشريف بتاعنا وحش. دي لعب، ده لعب يا عم، فمش اي حاجه تجيلك من هناك تاخدها كده. فهمت ازاي؟ احنا الشرع الشريف فوق الكل، حتى لو ثبت انها مفيده حرام برضه بالغزة فيه، لان النبي حرام. فهمت منطق الفقهاء بقى؟ هذه المساله. عشان كده مش اي حاجه تجيلك من هناك تصدقها. ما قال لك ان مش عارف جرف هار ده مش عارف ده الشارع اللي بتاعه، وفي الاخر قال لك لا لا مش هو الشارع، عشان في الاخر تقول مش عارف.
لازم تكون كيس فاطن مش كيس قطن. كيس فاطن، في واحد قراها المؤمن كيس قطن، يقول لك يعني قلب ابيض زي القطن، هو بيفسرها كمان يعني قراها غلط وبيفسرها. لكن هي ايه؟ المؤمن كيس فاطن، يعني حاجه جايه لك من اعدائك ما تاخدهاش بسهوله. احنا متفقين ان شروط قبول الروايه العداله والضبط. فهمت ازاي؟ ونحوها من ذهب او فضه فيحرم التبخير بالمبخره المذكوره اللي هي من ذهب او فضه. نعم، لو شم رائحتها من بعد بحيث لا يعد مستعملا لها لم يحرم. يعني احنا جبنا مبخره ذهب او فضه وبخرنا الجامع كده، حرام. طب افرض واحد ماشي في الشارع شم ريحتها، ما يحرم لانه مش مستعمل، لكن اللي قاعدين هنا يعتبروا مستعملينها، كل قاعد بيشم، حرام شموهم ده. خدت بالك؟ لكن اللي معدي كده لا يعد مستعملا لها، لكن جاله الريحه فاحت في الجيران شموها، خلاص ما يجراش. ما احنا لسه قايلين الخلاف اللي فوق، ما احنا قايلين لسه ما احنا قايلين فوق الخلاف بقى. مش في ناس اباحوا الظاهريه؟ لكن نبعد احسن، الاحتياط احسن. ده حرام، ده زي الشافعيه بالظبط. الامام احمد بن محمد زي الشافعي في معظم فقهه، تلميذه، ولما يخالف الامام الشافعي يبقى زي ابو حنيفه لانه اصله عراقي. واخد بالك؟ فتلاقي الامام حنيفه كده، الامام احمد بن محمد مذهبه كده بين الشافعيه والاحناف، واحيانا في المساله واحده تلاقي اقوال، قول يشبه الشافعيه وقول يشبه الاحناف. واخد بالك؟ ويحرم اخذ نحو ماء الورد من القمقم المذهب او المفضل، يعني حاطين في قمقم كده، يعني ايه؟ اناء صغير يسموه قمقم. واخد بالك؟ يحطوا فيه ميه ورد ويبقى ليه بسبوس كده، عشان ايه؟ يروح كعبب كده في القله، او يكب كده. عارف القله؟ في ناس ما يعرفوش القله، احنا حضرنا شفنا القله الحمد لله، لكن في اجيال هتيجي مش هتشوف القله. واخد بالك ازاي؟ او مثلا ايه؟ يحطها في الدورق او في الشفشق. واخد بالك؟ يحرم استعمال الأمم ده بقى، خدت بالك؟ اللي فيه ماء الورد. طيب يفعلون الحيله ايه؟ وهي الاخذ منه بشماله ووضع الماء في يمينه ثم استعماله. يعني يروح فاتح الأمم، مش يكب بيه، يفتح الأمم وياخد بشماله ويروح حاطط في يمينه ويحط في يمينه. دي حيله، علشان اسمها حيل فقهيه، علشان ما يبقاش مستعمل. واخد بالك؟ لكن ايه الاولى؟ انك تبعد عن الحيل الفقهيه. الحيل الفقهيه دي كتيره بقى، في باب واسع لباب الحيل الفقهيه. وهي الاخذ منه بشماله ووضع الماء في يمينه ثم استعماله، انما يمنح حرمه مباشره الاستعمال من اناء النقد، اما حرمه استعماله بوضع نحو ماء الورد فيه واتخاذه منه فليس لها حيله كما قاله ابن حجر. وأواني الذهب والفضة، أي الأواني المعمولة من الذهب والفضة، فالإضافة على معنى من، كما في قوله خاتم حديد، يعني خاتم من حديد. ويحرم الاستئجار بفعل أواني الذهب والفضة وأخذ الأجرة. ما تجيبش صنايعي تدي له سبيك الذهب تقول له اعملها لي إناء ذهب، حرام. الأجرة اللي هياخدها حرام، وحرام استئجاره، وحرام دفع الأجرة فيها. فهمت ازاي؟ كل ده حرام. أيوه اتفضل. ان المانع المباشرة الاستعمال، ان انا امسك الأم نفسه وكب بيه، ده اللي حرام المباشر. اما حرمة استعماله بوضع نحو ماء الورد فيه، واخد بالك ازاي؟ يعني انما حرمة استعماله ان انا احط ماء الورد فيه بس، ولما اجي اخده بالحيلة، لكن مش حباشر، او اتخاذه ان انا احتفظ بيه في دولاب الفضية زينة، دي معناها اتخاذه. واخد بالك ازاي؟ فليس لها حيله. الاثنين حرام، ما اعرفش احتال واخليها مباح، لكن ممكن احتال واخد ميه الورد منه بطريقه مباح، انما ما اعرفش احتال
في اني اخلي مباح ان انا احتفظ بماء الورد فيه، او ان انا اتخذه يعني اقتنيه بدون استعمال. كل ده حرام، ملهاش حيلة يعني. يعني انت ورثت ام ذهب من جدك وحطه انت في دولاب الفضية، ده اسمه اتخاذ، وعمرك ما ناوي تستعمله، فالاتخاذ ده حرام، ملهاش حيلة تتخلص منها الا انك انت تبيعه، وما تبيعوش على انه ام، تبيعه على انه ذهب بالوزن كده، لانه قد يكون بيعه على انه ام اغلى من بيعه على انه ذهب للصنعة، فيحرم اخذ الصنعة فيه. فهمت ازاي؟ كل ده اللي هتيجي. قول اواني الذهب والفضه اي الاواني المعموله من الذهب والفضه، فالاضافه على معنى من كما في قولهم خاتم حديد، ويحرم الاستئجار. الاستئجار يعني تاجر صنايعي بيشتغل في الحاجات دي، تدي له اجرته وتقول له اقعد اعمل لي الشغلانه دي، اعمل لي طقم فضيه، اعمل لي طقم ذهب علشان ايه البنت هنجوزها وعايزين نعمل لها 6 معالق ذهب. ما ينفعش. ويحرم الاستئجار لفعل اواني الذهب والفضه واخذ الاجره، والصنايعي حرام ان ياخذ الاجره كمان عليه. حتى الصنايعي اللي بيشتغل ما ياخذش الاجره، حرام، الاجره دي حرام. على صنعتها ولا غرم على كاسرها. وافرض واحد عدى كده مسك معلقه ذهب وراح كسرها، ما يغرمش. لان وزنها فيها ذهب زي ما هي. لان صنعتها حرام. فما يغرمش ايه؟ كسرها. كآلات اللهو. آلات الله، ولو واحد كسر عود ولا كمانجة، واخد بالك، لا غرم عليه، يدفع بس ثمن الخشب بتاعها، لكن ملوش غرم عليها ان هي آلة كآلة، لا، لان يحرم استعمالها. وما يحرم استعماله عندنا القاعدة يحرم اتخاذه يعني اقتناءه. فاللي عنده بيانو في البيت حرام، لان يحرم استعماله يبقى يحرم اقتناءه. على مذهبنا الشافعي، على مذهب الاحناف، يجوز اقتناء ما يحرم استعماله ان امن استعماله. على مذهب الاحناف لا يجوز، عند الاحناف مع الامن من استعماله. انا جدي كان حنفي، وكانت جدتي عندها بيانو، كان زمان يعملوه كده في ايام جدتنا، مع الجهاز يجيبوا لهم بيانو، ما اعرفش ايه الخيبه اللي كانوا فيها دي، خيب. وبعدين جيت انا لما اتعلمت الدين وبتاع اروح اقول لهم كده حرام، فكان جدي يقول لا مش حرام، ايه اللي حرام، احنا ما بنستعملوش. طلع حنفي، ما عرفش انه حنفي الا بعد ما درس، كنت زعلان منه رحمه الله. على مذهبنا بقى يبيعوا خشب، مش يبيعوا على انه بيانو كآلة غالي، لا يبيعوا الخشب ده، خشب ابانوس بكام، ده مش عارف ايه بكام، واخد بالك ازاي، دي العاج، دي العاج دي بكام، اللي هي البتاع اللي بيدقيوها فيها دي، اللي هي الكيس دي، المفاتيح، اذا كانت معموله من عاج غالي يبيعها كعاج، مش يبيعه على هيئه انه بيانو، لانه يحرم بيعه كآله. فهمت ازاي؟ يفصصوا كده زي تجار الروبابيكيا ويبيعوا حته حته، ما يبيعوا على بعضه كده حرام. لا لا، لو باعوا على بعضه كده مش على انه آلة، على انه اجزاء، يجوز برضه. لا، هو الائمة لما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الشرب والاكل في آنية الذهب والفضة، فهموا من النهي ده التحريم، وطالما يحرم استعماله يبقى اتخاذه اخف، والاتخاذ قد يغرب الاستعمال في يوم من الايام، يبقى الاتخاذ يحرم كمان. ادي فهم ادي الفقهاء، مش علشان كده العلماء الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه، بلغوا عني ولو بايه رب مبلغ اوعى من سامع. فممكن يجي المبلغ ده اللي هو ما حضرش الواقعه يطلع لك فقه من المساله، اللي سمعها ما يعرفش يطلع الحاجات. فهمت المساله؟ وعلشان كده يعني المدرسه الفقهيه الاسلاميه مدرسه خصبه عاليه، والفقه الاسلامي نفسه معجزه من معجزات النبي صلى الله عليه واله وسلم، انها نصوص محدوده اخذنا منها احكام فقهيه لفروع غير محصوره. لما تبقى نصوص محدوده كده 500 ايه في الاحكام، في القران كله 500 ايه وحوالي 1500 حديث في الاحكام بس في الفقه، يقوموا يكفونا اليوم القيامه نطلع منها احكام فقهيه، مش دي معجزه من المعجزات؟
وعشان كده الشيخ زاهد الكوثري رحمه الله قال ان الفقه الاسلامي معجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم الخفية. ليه؟ لانها نصوص محصورة، يعني محصورة يعني تعد معدودة ثابتة خلاص، وقف ما تعرفش تزودها، الوحي وقف. خدت بالك ازاي؟ يستدل منها احكام في فروع غير محصورة، واخد بالك؟ ليوم القيامة، مش دي معجزة انت مش واخد بالك منها؟ ويحرم الاستئجار لفعل اواني الذهب والفضة واخذ الاجرة على صنعتها، ولا غرم على كاثرها كآلات الملاهي، ويحرم تمويه السقوف والجدران بالذهب. يعمل سقف كده مذهب، واخد بالك ازاي؟ يعني التمويه يعني الطلاء، يعني يعملوا خط ذهب، يعمل صالون مذهب عند الشافعية، ده حرام، حرام برضه عندنا، ويحرم النظر اليها. الشافعية كده، ما هو بس هو رقائق ذهب، ده هو ذهب سبائك وبيحولوه الى رقائق رقيقة، خد بالك عندنا حرام. ايوه، كلما زاد الجرم كلما زادت الحرمة. إذا عرضت على النار فأعطت جرم، هيجي المطلوب، هيجي الحكم. ويحرم تمويه السقوف والجدران بالذهب أو الفضة سواء حصل منه شيء بالعرض على النار أم لا، ده في السقوف، فهمت إزاي؟ وأما استدامته والجلوس تحته ففيها تفصيل. اما استدامته، طب افرض ان انا دخلت لقيت بيت جدي كان عامل فيه كده، اروح بقى اهده واكسره ولا اخليه بقى واقعد وخلاص، بس لما يقدم ما جددوش ذهب، ابقى ابيضه بياض عادي، يعني ادي معنى استدامته، انا ما عملتوش لكن جالي كده فاستديم ولا لا، فهمت ازاي؟ واما استدامته والجلوس تحته ففيها تفصيل. الراجح انما يحرم ابتداء يحل انتهاء، يحرم ابتداء ويحل انتهاء، فهمت ازاي؟ يعني يحرم ابتداء ان انا ابتديه، لكن يحل انتهاء ان انا استمر استعمله طالما انا ما ابتديتوش، فهمت ازاي؟ ده الراجح يعني، وان كان فيها تفصيل كبير. فان كان يحصل منه شيء بالعرض على النار حرم والا فلا. واما التحليه فهي حرام مطلقا. التحليه ان انا اعمل ايه؟ زينه كده، قطع زينه من الذهب والفضه على الجدران، أكرة ذهب، أكرة مش عارف زينة، مقبض، واخد بالك؟ ذهب، كل ده موجود في قصور الملوك على فكرة، واخد بالك؟ الكويت والسعوديين والحاجات دي تلاقي المقابض ده، ده أحيانا تلاقي الشطاف بتاع الكابينيه، تلاقي ده شطاف الكابينيه، واخد بالك؟ فما بالك بقى أكرة أوضة النوم إذا كان شطاف الكابينيه كده، من اللي هينزل عليه النجاسة. حرام، كل ده حرام. لما ضيعوا أموال الناس في الكلام الفارغ، ربنا سلط عليهم الامريكان بياخدوها دلوقتي بيلهفوها، حرام في جتته. واما التحليه يعني الزينه فهي حرام مطلقا، وهي غير التمويه، لانها لزق قطع على نحو السقف. ويحرم تحليه الكعبه وسائر المساجد بالذهب او بالفضه، ويحرم كسوتها بالحرير المزرقش بالذهب او الفضه، ويحرم التفرج على المحمل المعروف وكسوه مقام ابراهيم ونحوه. كل ده حرام على مذهبنا. البلقيني قال جائز، عايز تبص له بص له على مذهب البلقيني من الشافعيه برضه. ما هو قال لك علشان كده يحرم على مذهب الشافعيه يعني الراجح. وان كان في قول لوجه عند البلقيني قال يجوز للتعظيم، لان الاماكن دي معظمه فيجوز لغرض التعظيم، فهمت ازاي؟ حرام عندنا برضه، حرام، كل ده حرام. انا رحت النجف زرت سيدنا علي بن ابي طالب، واخد بالك؟ في النجف في العراق ربنا يحررها، عاملين اربع مدن، كل مدنة 4000 طوبه ذهب خالص، المدنة الواحدة 4000 طوبة عدنها، يعني تروح هناك تاخد دليل كده في زيارة النجف للسائحين، يقول لك ان دي اربع مدن كل مدنة 4000 طوبة من الذهب الخالص،
وفي القبة، القبة اللي فوق مقام سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، ذهب خالص. الباب لما دخلنا الباب ده عايز ثلاثة أربعة مننا كده يزقوه عشان يتفتح، ذهب خالص. شغلانة عجيبة. ها؟ ها؟ ده مهبولين، ده مهبولين، هم مهبولين مش مصدقين. دول عالم جعانين. رعاة بقر، ما شافوش الحاجات دي قبل. ونقل عن البلقيني جواز ذلك، جواز الكسوة يعني والمسجد والحاجات دي، ليه؟ لما فيه من التعظيم لشعائر الإسلام وإغاظة الكفار، وهكذا كسوة تابوت الولي وعساكره، كل ده فيها إغاظة للكفار. المظاهر البذخ دي في الأماكن المقدسة يقول لك فيها إغاظة للكفار فتجوز، عشان كده فيها خلاف وجهات نظر بين الفقهاء. فما تحنشطش يعني وتعمل لنا شغلانه، احنا بنشرح لك مذهب الشافعي. الولي الامر الخليفه يعني. لما الاعداء كده يشوفوا خليفه المسلمين حاطينه في تابوت ذهب، يقول ايه ده؟ ايه العالم دي؟ لا يا عم مالناش دعوه بيهم. كان زمان كده، كان في يعني عظمه، المسلمين كان عندهم عظمه وهيبه في نفوس اعدائهم. وكانت المظاهر دي كلها بتعمل الهيبه دي في نفوس الاعداء. لكن الوقت ربنا سبحانه وتعالى نزع الهيبة من نفوس أعدائنا ووضع الوهن في قلوب المسلمين، فربنا ينجينا يا سيدي. قوله لا في أكل ولا في شرب، لا يخفى أن التحريم إنما هو لاستعمال أواني الذهب والفضة لا لذات الأكل والشرب، لأن ذلك حلال ولا غيرهما، أي كوضوء وغسل. ونقف هنا علشان نسمع أذان العشاء. اتفضل. اللي ليه علاقة بالتلفزيون أو الإذاعة يقول لهم يا جماعة صلوا على النبي بعد الأذان، لأن أول ما الأذان يخلص يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، ما يجيبش السيرة صلى الله عليه وسلم أبدا. ليه كده؟ أمات وهذه السنة لي، حتى في إذاعة القرآن الكريم. فاللي ليه علاقة بالإذاعة أو التلفزيون أو سعادة الوزير صفوة الشريف يقول لهم، أو هاجر سعد الدين، الدكتور هاجر سعد الدين مدير إذاعة القرآن الكريم أو رئيس إذاعة القرآن الكريم، يعني اللي ليه علاقة ينبههم إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان دي سنة مؤكدة. واخد بالك؟ فإذا انتهى الأذان قبل الدعاء بالوسيلة والشفاعة والمقام المحمود، إنه إيه؟ يصلي على النبي أولا، ثم يثني بالدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم يثلث بالصلاة على النبي أخيرا. فيها بركة. لا الوقت تلاحظ مش موجودة في أي حتة. على طول حتى يقول اللهم رب هذه الدعوه الدامه والصلاه في مقام سيدنا محمد الوسيله والفضيله، وبعث اللهم المقام المحمد الذي وعدت انك لا تخلف الميعاد، حتى ما هو صلى الله وسلم عليه. تعرفش ان صلى الله على سيدنا محمد دي فيها بركه كبيره، وان ذكرها دي بتتنزل بها الرحمات، وان هي سبب قبول الدعاء، وان ربنا بيقبل الصلاه على النبي حتى ولو من مرائي لتعلقها بالجناب الشريف صلى الله عليه وسلم، حتى ولو من مرائي، العبادة الوحيدة اللي تقبل من مرائي هي الصلاة على النبي. حاجة غريبة دي. لو صليت أو حجيت مرآة ما يقبلش منك. لكن لو صليت على النبي مرآة تقبل منك، إكراما للجناب الشريف صلى الله عليه وسلم. فبرجاء يعني اللي ليه علاقة بالناس دي أو يكتب في بريد الأهرام، أنا بقالي سنة عايز أكتب وأنا مش فاضي. حد يكتب كده ينوبه سواد. عارف اللي هيكتب وينوبوا ثواب وتتنفذ، كل ما يقولوها هياخد ثوابها. يا خبر، ده هيعمل شغل، شغل جامد، هيبقى في صحيفه حسناته حتى ما يموت. كل ما يصلوا بقى في جميع الاذاعات على مر الايام والليالي شغال، هو في قبره شغال. واخد بالك؟ زي الدكتور عبد الحليم محمود كده رحمه الله، هو مؤسس اذاعه القران الكريم، هو صاحب فكرتها وهو اللي اسسها. فشوف انت وهو في قبره كل التلاوة وكل الخير اللي بيطلع من إذاعة القرآن الكريم ده كله على مر العصور يدخل ليه، الدل على الخير كفاعل رحمه الله ونفعنا الله به. بيقول لا في أكل ولا في شرب، لا يخفى أن التحريم إنه هو الاستعمال أواني الذهب والفضة لا لذات الأكل والشرب لأن ذلك حلال ولا غيرهما، أي كوضوء وغسل وإزالة نجاسة، لكن الطهارة صحيحة. يعني لو افرض استعمل المية اللي في أنية الذهب والفضة، وضوءه صحيح
لكن حرام استعمال انيه الذهب والفضه، فهمت ازاي؟ كما لا يخفى، وتحريم غير الاكل والشرب ثبت بالقياس عليهم. يبقى سائر الاستعمال ثبت بالقياس على ايه؟ على الاكل والشرب. لان الحديث السابق انما صرح بالنهي عنهما، عن الاكل والشرب يعني، لانهما اظهر وجوه الاستعمال واغلبها، ولا يقصد الحصر فيه، لكن مثال لاغلب وجوه الاستعمال، واخد بالك؟ زي وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. طيب افرض بنت مراتي من راجل قبلي وما تربتش في حجري، اتربت لوحدها، حرام ان انا اتجوزها برضه؟ مع ان الايه بتقول وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، يبقى التقييد باللاتي في حجوركم هنا على الغالب الاعم، مش شرط لازم لثبوت التحريم، حتى ولو لم تكن في حجري برضه حرام، فهمت ازاي؟ ادي نفس المعنى. يبقى تحريم سائر الاستعمال جاء بالقياس على تحريم الاكل والشرب لانه هو غالب الاستعمال، فلما كان غالب الاستعمال حرام يبقى الاستعمال الاقل من باب اولى، فهمت؟ وكما يحرم، اشاره الى ان الاستعمال في كلام المصنف ليس بقيد بل مثله الاتخاذ، وكما يحرم الاستعمال يحرم الاتخاذ، والاتخاذ يعني الاقتناء، ان انا اقتنيها دون ان ايه؟ استعملها. يبقى يحرم ايضا اقتنيها. يبقى ما يحرم استعماله، في قاعده عندنا في الشافعيه، ما يحرم استعماله يحرم اتخاذه، اي اقتناؤه. فهمت؟ كل ما حرم استعماله حرم اقتناؤه. الخمره حرام استعمالها، طب ينفع اشيلها عندي ومش هستعملها؟ يحرم اقتناءها ويحرم استعمالها، خدت بالك ازاي؟ كذلك كل ما يحرم استعماله عندنا يحرم اقتناؤه. اما ان كان له وجه من الاستعمال مباح فلا يحرم اتخاذه، كاتخاذ حلي الذهب عند الرجل، له ان يقتني حلي الذهب الرجل ولا يلبسها لانها لها وجه مباح، ده ممكن يديها لمراته، يديها لبنته، يأجرها لنساء المسلمين تلبسها في الفرح بتاعها، تفرح بيها شويه وياخدها تاني، واخد بالك؟ ويدفع اجرتها، يقتنيها عنده يبيعها، فهمت؟ ده ما يجراش ليه؟ لان هنا حلي الذهب له وجه مباح وهو للنساء، ووجه محرم وهو للرجال، فاذا اختلف الوجهين يبقى يحرم يبقى يجوز اتخاذه، فهمت ازاي؟ لكن انية الذهب والفضة حرام على النساء والرجال سواء، ملهاش وجه مباح. آلات اللهو والزينة حرام في كل استعمال، يبقى حرام في كل اتخاذ، خدت بالك؟ ادي القاعدة. بل مثله الاتخاذ على الأصح، على الأصح يعني في وجه مقابل للأصح صحيح يوافق مذهب الأحناف، وهو جواز الاتخاذ مع أمن حرمة، مع أمن الاستعمال. جواز الاتخاذ مع أمن الاستعمال، ده وجه عند الشافعية مقابل الأصح صحيح، فهمت ازاي؟ لكن الأصح اللي عليه الفتوى القاعدة الأولى. ولقوة الخلاف فيه اقتصر المصنف على الاستعمال، لقوة الخلاف في موضوع الاتخاذ هل يحرم أم لا؟ فيها وجهين، والخلاف فيها قوي، يعني ده دليله قوي والتاني دليله قوي، بس دليل الحرمة أقوى، فهمت ازاي؟ فالمصنف مرضاش يجيب سيرة الاتخاذ، قال يحرم استعمال أنية الذهب والفضة، وما قالش ويحرم اتخاذها ليه؟ مراعاة للخلاف القوي اللي في المذهب، هو عايز يختصر لك ويجيب لك روح المذهب ويبعد عن الحتة الخلافية، عشان كده ما جابش سيرة الاتخاذ لقوة الخلاف فيه، فهمت ازاي بقى؟ ما ذكر أي من أواني الذهب والفضة يحرم اتخاذه أي اقتناؤه، ولأن اتخاذه يجر إلى استعماله وظاهره، ولو للتجارة، لأن آنية الذهب والفضة ممنوع من استعمالها لكل أحد، لكل أحد، للذكر والأنثى لكل أحد. وبهذا فارق الحرير حيث يجوز له استعماله،
وقال بعضهم يجوز اتخاذه للتجارة. يبقى الحرير يجوز استعماله للرجل الأجرب، كويس، ويجوز استعماله للمرأة مطلقا. يبقى للرجل أن يتخذ ثوب الحرير يشيله عنده في دولابه ما يضرش، واخد بالك ازاي؟ يمكن بيجيله جرب كل سنة في شهر معين يضطر يستعمله، مش شرط جرب الجرب يعني، حساسية حكة هرش شديد يجيله مع كل ربيع، وما يخفش الهرش ده إلا لو لبس القميص الحرير، فهمت ازاي؟ فبيلبسه شهر في السنة عشان عيان، فله أن يتخذه، فهمت ازاي؟ وكذلك ممكن يتخذه علشان هو مش هيستعمله، لا ده هيديه لمراته تلبسه، لبنته تلبسه، ما فيهاش مشكلة. وكذلك وللتجارة ممكن يتخذه للتجارة. وقال بعضهم يجوز اتخاذه للتجارة، يجوز اتخاذ أنية الذهب والفضة للتجارة، هنا بقى مش لنية الاستعمال، للتجارة، لأن هي ليها قيمة في ذاتها، ليها وزن وليها جرم وبيباع بالجرام، فليها قيمة، فيجوز ان انا اتخذها للتجارة لمن يصوغه حليا، لمن يصوغها للسايغ اللي ياخدها مش يبيعها انية، يحولها الى حلي عشان يحولها الى صورة مباحة. لكن لو عارف ان التاجر هياخدها مني يبيعها انية يبقى حرام ابيعها له، ما هو برضه حرام ان انا ايه ابيعها له، لان احنا عندنا الكافر مخاطب بفروع الشريعة، الاحناف يجيزوا، الشافعيه لا، فهمت ازاي؟ عندنا الكافر مخاطب بفروع الشريعه، واخد بالك ازاي؟ وعلشان كده ما ينفعش ان انا ابيع الخمره للكافر، ما ينفعش ابيع خمره للكافر مع ان هو بيشربها كده كده، لان هو مخاطب بفروع الشريعه، فهمت ازاي؟ او يجعله دراهم أو دنانير، يبقى ممكن أبيعه الواحد يصيغه فيحوله إلى حلي، أو يحول هذا الإناء إلى دراهم ودنانير يبقى يمشي أبيعه، ما يجراش حاجة. في الأصح يعني هو المعتمد، ده الكلام ده في الاتخاذ مش في الاستعمال، الاستعمال حرام بالإجماع بلا خلاف، لكن الاتخاذ فيها وجهين، وجه أصح يحرم، ووجه صحيح مقابل الأصح إيه مباح. ومقابله القول بجواز اتخاذ اواني الذهب والفضه، لان النهي انما ورد عن الاستعمال دون الاتخاذ، فهمت ازاي؟ وبه قال ابو حنيفه، وده مذهب الاحناف، ومثل الاتخاذ تزيين البيوت والمجالس بالذهب او بالفضه، يبقى تدخل معاها كسوه الكعبه جائزه عند الاحناف، وكل الكلام اللي قلناه ده، والمحمل جائز عندنا، كل ده بقى واخد بالك ازاي جائز عند الاحناف. وانك انت تجيب الصالون المذهب وتقعد عليه، ولما المذهب بتاعه يعني يطفي ترجع تذهبه تاني، كل ده على الاحناف، اعمله، تعمل لك الحيطه زيق كده ذهب تذهبه كده وتدلعها تمشي. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مذهبينه ذهب جامد، لما تروح هناك تتفرج عليه في الجدران وفي كل حته مذهب، كل ده على مذهب الاحناف. وان ما كناش هنعظم مسجد النبي هنعظم مين؟ هنعظم مسجد مين يا عم؟ اذا كان الناس عملت كده في بيوتها، ما هو الامام البلقيني قال كده، قال اذا كان الناس عملت كده في بيوتها هنحرمه بيت الله؟ يبقى بيت الله اولى، ده كلام البلقيني، كلام وجهه نظر حلوه برضه يعني مش وحشه. يعني الفقهاء حلوين يعني، ما تقلقش منهم، ما تخافش عليهم. ويحرم ايضا، اي كما يحرم اناء الذهب والفضه، الاناء المطلي بفتح الميم وكسر اللام وتشديد الياء. يبقى الاناء المطلي بالذهب والفضه حرام برضه استعماله، بشرط انه لو عرض على النار يديلك طبقه متموله من الذهب، يعني كانها طبقه سميكه شويه، انما لو عرض على النار ما يديكش حاجه، كانها طبقه قشره خفيفه زي الطباق الصيني اللي بتجيلك تكتب لك عليها جولدن مش عارف ايه، وكوبايات كده تلاقيها مرسومه صيني ويقول لك جولدن، كل دي لو عرضتها على النار ما تجيبش حاجه، واخد بالك؟ ده يا دوب طبق قشره خفيف تستعمل. الاناء المطلي بفتح الميم وكسر اللام وتشديد الياء من طلا، ففي المختار طلاه بالذهب وغيره من باب رمى، رمى مرمي، طلا مطلي،
فهمت ازاي؟ زي رمى مرمي يبقى طلى مطلي، ولم يذكر فيه اطلى فقياسه مطلي كمرمي، ومثله المغلي والمقلي والمشوي، كل ده يمشي. وقال الشبرم الليثي في المغلي انه بضم الميم وفتح اللام المغلى، المغلى مش المغلى، ده الشبرم الليثي، انه بضم الميم وفتح اللام من اغلى، ولحن مغلي بفتح الميم وكسر اللام لانه لا يقال غليته. وضبط العلامة البكري المطلي بضم الميم وفتح اللام المطلق، وقد عرفت ما فيه ان هي المطلي، لكن في علماء اتلخبطوا فيها وقالوا الكلام ده برغم علماء كبار، واخد بالك؟ بيقول الإناء المطلي إن حصل من الطلاء شيء بعرضه على النار، يبقى ده النوع ده اللي يحمل، يعني دليل إن طبقة الطلاء عالية شوية، خدت بالك؟ زي الساعة دي، الساعة دي عليها طلاء أهي، لكن لو عرضتها على النار مش هتجيب لك حاجة خالص، خدت بالك إزاي؟ يبقى استعملها يلا ما يجراش حاجة. يلبسها الدكتور يوسف ما يجراش حاجة. مش شرط الدكتور يوسف، مش حادثة حال يعني. وأي واحد. ومش شرط دكتور، ينفع المهندس برضه. وكل الناس. ليه؟ لأن لما تعرض على النار ما تديلكش إيه؟ جرم. جرم يعني إيه؟ يعني كأن ما فيهاش كمية ذهب إلا يعني لا تذكر. لا لا لا. انها لو عرضتها على النار ما تديش حاجه متموله، يعني قيمه الذهب اللي فيها غير متموله غير مستعمله، خدت بالك؟ فان لم يحصل منه شيء بعرضه على النار لقلته لم يحرم، والتفصيل في استعماله او اتخاذه. يبقى نفس الحكايه، يبقى ان عرض على النار وكان يدينا كميه ذهب متموله يبقى يحرم استعماله، وفي اتخاذه الخلاف، نفس القصه. واما الطلي نفسه بقى اللي بيشتغل في الورشه اللي قاعد يطلي ده حرام، حتى ولو بيطلي طبقه لا تؤثر ايه ولا تدي حاجه على النار، يبقى الطلي نفسه الصانع الورشه. واما الطلي نفسه الذي هو الفعل فحرام مطلقا، يبقى اللي شغال في الورشه ده رزقه حرام مطلقا عندنا شافعية، وكذلك دفع الأجرة عليه وأخذها، ولا يحرم إناء الذهب والفضة المتلي بنحاس. يعني لو جبنا إناء ذهب أو فضة وطليناه بنحاس، غطينا يعني الذهب والفضة بنحاس مثلا، إن حصل منه شيء بالعرض على النار، يعني يبقى طبقة النحاس كتيرة، يبقى هنا يجوز. طب افرض طبقة النحاس رفيعة قوي، الراجل بقى يحصل شيء منها بالطلاق بالعرض على النار، يبقى حرام لانه رجعنا لاصله. فهمت؟ ايوه. حرام اجرته. اوعى تاكل عنب. على مذهب الشافعيه. كل ده مذهب الشافعيه، احنا بندرس مذهب الشافعيه يا جماعه، لو توسعت في المذاهب هتجد الامور اوسع. والمطلي بنحاس مثلا ان حصل منه شيء بالعرض على النار، والا حرم، يعني يحرم ان لم يحدث منه شيء بالعرض على النار، فهو عكس التفصيل السابق. ومثل هذا ما لو صدئ اناء الذهب والفضه بحيث ستر الصدأ جميع ظاهره وباطنه، ففيه التفصيل المذكور، نفس الحكايه. افرض اناء الذهب صدى او الفضه صدى، لدرجه طبقه الذهب بقت متغطيه بالصدى خالص، وطبقه الفضه متغطيه بالصدى خالص. نشوف إذا كان الصدأ ده بالعرض على النار يدينا طبقة، يبقى يحل استعماله، إن كان بالعرض على النار لا يعطي أي طبقة، يبقى فيه الخلاف الثاني، إن يحرم استعماله وفي اتخاذه الخلاف. فهمت إزاي؟ ده كلام الفقهاء. بتسأل الصانع. الصناعية يفهموا على طول. وعشان كده تلاقي الإناء اللي عليه طبقة ذهب عالية تلاقي غالي. واللي عليه طبقة لا تذكر تلاقي كلام فارغ، يقول لك الإناء ده بخمسة جنيه. والحد بتاعه ذهب يا بيه. فهمت ازاي؟ ايه 5 جنيه ذهب ده يا بيه؟ ده يبقى ولا حاجه. فهمت ازاي؟ انما ما تلاقي الاناء في خطين ذهب كده بكام ده يا ابني؟ يقول لك ده 150 جنيه. اناء واحد كده اهو 150 جنيه، يبقى ده حرام بقى، ده اكيد في ذهب بقى. اكيد في ذهب كتير ده. خدت بالك؟ فانت بتعرفها بسعرها. بتبقى باينه يعني. ايوه.
يعمل ايه؟ يلبسها. انا بقول لك طالما لا يعرف حتى لو راجل. ما هو زي الاناء. لا مش ده، ما هو لا تعطي شيء بالعرض على النار، يبقى مجرد لون، كأن الذهب ده لون، فالصفرة ذاتها كلون مش حرام، اللي حرام المعدن. فهمت ازاي؟ فكأنك انت مش لابس معدن، لان ده لا اذا عرضته على النار ما يديش اي حاجة. فهمت ازاي؟ ها؟ نفس الحكاية في النظارات والحاجات دي كلها، إذا عرضت على النار اديتك طبقة متمولة يبقى حرام، إذا ما عرضش على النار ها؟ بتعرفها من سعر النظارة. لا مش غالية، ما تروحش للمغرب، روح لواحد تاني. ها؟ الحاجات اللي هي ذهب غالية دي خد بالك. في بعض الحاجات بتبقى غالية للصنعة مش للمعدن، فلازم تميز بين الغلو في الصنع والمعدن. وساعات يبقى عامل لك الارقام من ماس، من احجار كريمه، فيبقى غاليه عشان الايه؟ الاحجار الكريمه اللي فيها، مش علشان الطلاء. فلازم تعرف سبب الغلاء، لان لبس الماس جائز للرجال، الذهب والفضه ولا حرام، لكن سائر المعادن الثانيه اللي هي يمكن تبقى اغلى حتى من الذهب جائز للرجل على الوجه الراجح عندنا، لان في وجه ثاني برضه بيقول انه حرام. التاني الذهب الابيض اللي هو البلاتين جائز ما فيهوش، لانه ده مش هو ده الذهب اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ده سبيكه سبيكه من الطلاء. ايوه الدبله الفضه ما فيهاش حاجه، واخد بقى الفضه، لكن الذهب حرام. الدبله الفضه اقول له الذهب، الدبله الذهب يقول لي لو كلها فضه، بقول لك ذهب يعني الدبلة الذهب. الفضة خلاص، ما هو الرسول كان متخذا خاتما من فضة صلى الله عليه وسلم، بس ما يلبسليش بقى ثلاث يعني 15 جرام ذهب خاتم، كان عجرم كده فضة، لأن برضه يعني ما يزيدش الوزن، يعني ما يتبجحش شو راح. ما محدودة بالوزن اللي هو لا يقال كثير عرفا، لا يقال كثير عرفا، مش رقم يعني، بحيث لما تشوف كده واحد لابس ده لابس خاتم فضه، لكن لما تقول ايه ده خاتم كبير كده ليه؟ يبقى ده حرام عرفا كبير. فهمت ازاي؟ انما اول ما تقول خاتم فضه خلاص ده ما يجيش، انما اول ما تقول ياه ده الراجل لابس خاتم ايه ده؟ واخد شوف والناس تشاور عليه، يبقى هو ده اللي حرام لانه كبير بقى. فالعبره بالعرف يعني. ودي مثال من الامثله لان الانسان يبقى عاصي وهو نائم. مش بيقول لك نوم الظالم عباده؟ لان الانسان وهو نايم عمره ما يعصى، يقول لك لا ممكن يعصى وهو نائم. ادوا امثله، اللي لابس ذهب ونايم يبقى عاصي وهو نائم، واللي نايم في ثوب منصوب سرقه ونام فيه يبقى برضه عاصي وهو نائم، واللي نايم على ارض مغصوبه يبقى عاصي وهو نائم. فهمت ازاي؟ واللي متغطي ببطانيه سارقها يبقى عاصي وهو نائم، وهكذا. ففي امثله كده يقول لك ايه، متى يكون الانسان عاصيا وهو نائم؟ يسالك فتدي له بقى تجاوب عليه عشان ينجح. ها؟ الميداليه الفضه حرام لانها مطلق زينه مش لبس. الميداليه الفضه ما يستعملهاش. واخد بالك؟ والانسيال مش عارف الفضه اللي بيعملوه كده يسموه انسيال برضه. العيال اللي هو ايه لما يجي يصلي الناس يقول لهم اوكي جاهزين بدل ما يقول لهم استقيموا ويرحمكم الله، النوعيه دي. واخد بالك؟ ده برضه ما يعملهاش لا سبحه فضه ولا سبحه ذهب ولا ما يستعملهاش، يديها لمراته زينه لانها تشبه العقد فتستعملها، مع ان التسبيح عليها يمكن تبقى غاليه قوي. من الطلاء بالمد ككساء ورداء، وهو ما يطلى به كما في القاموس شيء اي متمول، بخلاف غير المتمول فهو كالعدم. وعشان كده غير المتمول ده اللي هو ما يديكش شيء حكم العدم، فما ينبنيش عليه حكم. خدت بالك ازاي؟ متمول يعني تقدر تبيعه، تقول ده الساعه دي مطليه ذهب ب 20 جرام ذهب، اديني 20 جرام ذهب فوق ثمن الساعه، يبقى ده متمول. فهمت ازاي؟ انما هي مطليه كده، تيجي تقول للراجل ده بيقول لك ذهب ايه يا عم؟
نعم مروح، هي فيها حاجة، ده لون بس، فهمت ازاي؟ يبقى دي ما فيهاش حاجة. ويجوز استعمال وكذا الاتخاذ من باب أولى إناء غيرهما، يعني إناء غير الذهب والفضة، أي الإناء المتخذ من غيرهما. وأشار الشارح إلى أن كلام المصنف على تقدير مضاف يدل عليه قول من الأواني، وشمل ذلك أواني الكفار، لكن يكره استعمالها لعدم تحرزهم من النجاسة. يكره استعمال أنية الكفار لعدم تحرزهم من النجاسة، لأنه ممكن يقول لك إناء نظيف لكن ناوله لك وهو طالع من الحمام ما شطفش نفسه ايده في ابوه، ما يفهموش. فهمت ازاي؟ كان مره دكتور عندنا مسيحي في المستشفى، فمش عارف بيعيد كده في المسلمين في اوضه المدير، والمدير كان مسلم بس طيب، يعني من النوع اللي يسمع بتاع عادي، راجل طيب، مع ان حرام تسمع الاساءه للمسلمين وما تدافعش عنه، حرام. فالمهم دخل دكتور زميلنا دكتور عظام من نوع العفرة، فسمع الجملة الأخيرة إن هو بيسيء للمسلمين، فبيقول له تعرف بقى، يعني حولها لك باللفظ المفتشي، لباس المسلم أنضف من الكرافتة اللي أنت لابسها. أنت بتخش تطرطر وتطلع الجول في إيديك تمسك بيه كرافتتك، لباس المسلم أنضف منك. يقول لك خرج ليه؟ لأنهم لا يتحرزون من النجاسة. هما ما يتحرزوش من النجاسه، هو يخش فعلا زي ما قال الدكتور بالمفتش، اصل الدكاتره كده تلاقيهم ايه؟ ما يتكسفوش، واخد بقى بطريقتهم كده، واخد. يبقى قصها دي من التسبيب، ما جراش حاجه. لا يعني احتاط بقدر الامكان، الانيه بتاعتهم لما تيجي تاخد اناء منهم ممكن تبقى ايده فيها فعلا بول، فيها نجاسه، فيها اثار خمره، كان بياكل مرتديلا من الخنزير والسندوتش وحطها وما شطفش ايده، ما هم بيتحرزوش من نجاسه. فهمت ازاي؟ لا هتوسوس بقى وتعمل لي شغلانه وطول النهار تمشي بحنفيه، لا مش للدرجه، لان ما قلتلكش كده. لكن احنا بنتكلم على الاواني، الاواني بتاع الكفار لانهم لا يتحرزوا من النجاسه فيكره استعمالها. قلنا يكره ما يحرمش، ليه؟ لان انا مش متيقن انها نجس، انا ما عنديش يقين، فقلنا يكره بس. وعشان كده يستحب اذا خدت اناء جارك المسيحي عشان تتوضى فيه تشطفه الاول، يستحب الشطف اولا وبعدين بعد كده تستعمله. ليه؟ لانك انت ما تعرفش هو بيعمل فيه ايه. لكن يكره استعمالها لعدم تحرزهم عن النجاسة، وتوضؤه صلى الله عليه وآله وسلم من مزادة مشركة لبيان الجواز. يبقى النبي لما توضأ من مزادة مشركة مرة ليبين الجواز بس، ان ده جائز. نعم إن كانوا يتدينون باستعمال النجاسة، افرض هم أصلا بيتدينوا باستعمال النجاسة، زي بعض طوائف كده الهندوس يستحموا بول البقر عشان يحصل له البركة، البركة البقرة يحصل له البقرة، واخد بالك؟ بيعبدوا البقر. فلو عمل الحكاية دي وأنت عارف إن هم بيعملوا الحكاية دي يبقى هنا يجب بقى غسلها. نعم إن كانوا يتدينون باستعمال النجاسة كطائفة من المجوس يغتسلون بأبوال البقر تقربا إلى الله تعالى، ففي استعمال آوانيهم وجهان، أخذا من القولين في تعارض الأصل، والغالب والراجح الجواز عملا بالأصل لكن مع الكراهة كما علمت. ويبقى في الحالة دي تشطفها لازم. وأواني مائهم أخف كراهة، أواني اللي بيستعملوها للمية أخف كراهة من الأواني اللي بيستعملوها غير المية. ويجري في أواني مدمني الخمر، جمع مدمن وهو المقيم عليه أي المداوم على شربه، نفس الخلاف، واحد مسلم بس مدمن خمرة، يبقى أواني زي أواني الكفار اللي هم لا يتحرزوا من النجاسة يكره استعمالها. خدت بالك ازاي؟ فيجري فيها نفس الخلاف. ويجوز استعمال إناء غيرهما أي غير الذهب والفضة من الأواني النفيسة، أي كان الأولى ولو نفيسة، وإن كان يمكن أن يقال إنما قيد بالنفيسة لعلم جواز غيرها من باب أولى، ولكن جواز النفيسة مع الكراهة إن كانت نفيسة لذاتها. يبقى النفيسة لذاتها زي الياقوت والمرجان والزبرجد ده مكروه بس، واخد بالك إزاي؟ لكن النفيسة في غير ذاتها لصنعتها، إناء معمول خزف
بس غالي جدا لانه ليه صنعه مخليه الرسوم اللي فيه ليها طريقه معينه والصبغات اللي فيها بطريقه معينه، ليه غالي قوي؟ نفيس في صنعته، لكن ده يجوز. ده نفاستي في صنعتي لا في ذاته، فهمت ازاي؟ فده يجوز استعماله. اما من كانت نفاستي في ذاته وهو نفيس فلا يحرم استعماله، واخد الا ان كان من الذهب والفضه، ان كان من غير الذهب والفضه يكره فقط ولا يحرم. يكره ايه؟ لانه فيه نوع من الصرف، وما قلناش يحرم لانه يخفى على الفقير فلا ينكسر خاطره، واخد بالك؟ ان كانت نفيسه لذاتها كاناء ياقوت، لا من حيث الصنعه كاناء زجاج محكم محكم الخرط، والنفيس ما يتنافس فيه ويرغب في تحصيله وهو الجيد من كل شيء، كإناء ياقوت أي وزبرجد ومرجان وعقيق وبلور. ويحرم الإناء المضبب، نقف عليها بقى دي، الإناء المضبب نقف عليه، اللي هي المضبب اللي هو يعني إناء مصلحه بفضة أو مزينه بفضة، يعني حطيت عليه ضبة يعني، واخد بالك؟ ده هنعرف أحكامه إن شاء الله المرة الجاية بإذن الله، علشان في كام سؤال نقولهم ونصلي بإذن الله رب العالمين. ها؟ المزادة اللي هو إناء يستعمل كده يزودوا فيه بيه المية، زي كوز زي إناء يعني. في سؤال هنا بتقول عندي أواني فضة شاي وقهوة، فنجان بالطبق من فضة وبداخله فنجان صيني، يجوز الشرب فيه؟ لا يجوز، لا يجوز، ولا يجوز اتخاذه على المعتمد عند الشافعي. ولكن إذا أردت أن تتخذيه دون استعمال فاتخذيه دون استعمال على مذهب الأحناف وعلى الوجه المقابل للمعتمد عند الشافعي، وتكتبي عليه ممنوع الاستعمال أو تفهمي اللي في البيت. فضيلة الشيخ، هل الإكسليفون حرام؟ الإكسليفون اللي هم بيدقوا عليه ده ولا اللي بيعملوا فيه كده؟ التاني قانون، اللي بيعملوا فيه كده ده قانون، القانون حرام لأنه وتري. الاكسليفون مكروه، واخد بالك؟ لكن الاوتاء الوتريه هي الحرام، وغير الوتريه مكروهه، والمنفاخ ده اللي هو زي كل ما هي الات نفخ، واخد بالك ازاي؟ كلها بقى انواع كثيره، سمي اللي ما تسميه بقى، كل ده حرام عند الشافعيه من الصغائر وليس من الكبائر. كل الموسيقى حرام من الصغائر وليس من الكبائر، يعني مش مشكله كبيره يعني. يبقى الواحد منهم متلبس بكبيرة ويجي يقول لك الغناء حلال ولا حرام وهو متلبس بمصيبة. ايه هي المصيبة؟ عدم القناعة بما أقام الله، عدم الرضا بما أقام الله، الحسد بيحسد المسلمين على ما أتاهم الله، بيحبش الخير للناس، بيكسر خاطر الناس، بيشتم ده، بيأذي ده، دي كلها كبائر. يجي بقى يقول لي الموسيقى حلال ولا حرام؟ يا عم بطل الكبائر، خليك جدع، وبعدين نسأل على الصغائر بعد كده، فهمت؟ يعني ما تضيقش على نفسك. كل ما تقدر تتجنب الامور الشبهات دي تتجنب. ايوه ابن حزم يوجد، واحنا بنقول ابن حزم جابوه حتى في التلفزيون عملوها تمثيليه، وابن حزم زعلان لحد دلوقتي. لو جالك في الرؤيه هيقول لك انا زعلان. ايوه. كل ناشف او جاف طاهر في الصعيد في الارض يعني. يعني وانت ماشي في الشارع كده حبيت تصلي، تنقي حته ناشفه كده وصلي عليه. تبقى كل جفت طاهر. انما افرض ان انت في نقطه بول جت على الثوب بتاعتك وجفت، يفضل الثوب نجف برضه. فهمت ازاي؟ يحتاج يتغسل برضه حتى لو جفت. فهمت ازاي؟ حكم طفل يلعب مع الكلب ويدخل البيت ويجلس ويمسك التليفون ويجلس على الفرش. حكم الصلاه في هذا البيت. اولا لو قدرنا نمنع الواد اللي بيلعب مع الكلب ده او نسرب الكلب يبقى خير وبركه. ما قدرناش ومستحيل يبقى على مذهب الملكيه، الكلب طاهر على مذهب الملكيه. لكن على مذهب الشافعيه لم كل العفش اللي مسكه الواد واغسليه سبع مرات احدقهن بالتراب. لكن الملكيه عندهم الكلب طاهر. الكلب طاهر، حتى ريقه، حتى ريقه. لكن يغسل من الإناء سبعا إحداهن بالتراب أيضا على مذهب الملكية تعبدا لا للتطهير. تعبدا لا للتطهير. فاللي ابتلي بهذا يقلد الملكية لحد ما ربنا يعني يبعد، والواد مصيره يكبر والكلب مصيره يموت،
وربنا ينجي او تعذبه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. جزاكم الله خير. اقم الصلاه.